وعدد الملائكة كبير جدا، ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: رأيت البيت المعود يطوف به 70,000 ملك كل يوم لا يطوفون عليه من الغد، وإنما يأتي غيرهم. وهكذا كل يوم يخلق الله تبارك وتعالى هذا العدد الكبير من الملائكة ويطوفون حول البيت. يكفيك أن تعلم أن كل إنسان معه ملكان رقيب وعتيد، ويقول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالوا له، لما يعني وقعت الفتنة بينه وبين الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، وقاتلهم في معركة النهروان بعد أن خرجوا عليه وكفروه وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، قالوا لعلي بن أبي طالب: ألا نجعل لك حرسا يحرسونك نخشى عليك منها؟ قال: عندي حرس. قالوا: أين؟ فذكر لهم الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فقال: عندي حرس، هذه المعقبات وهي الملائكة تحرسك. فالقصد إذن عدد الملائكة كبير جدا نؤمن بهم،